النفس يعني ما رأيناه يعني من هذوك الفيديوهات يعني لغة ساقطة وخادشة للحياء أولا قبل كل شيء. اليوم نحن أمام يعني محتوى ديال هاد اليوتيوبرز هذا الزنديق كما أسميه، أنه كيضرب يعني بالهوية المغربية عرض الحائط وكيجفف بها الأرض من خلال فيديو والتحقير له للأمازيغ بكلمة الشلح، كيبقى غير شلح عقله ضيق إلى غير ذلك. فإذا كان الأمازيغ عقله ضيق فلو رأينا يعني الآثار البيولوجية ديال هاد إلياس المالكي غنلقاو جدو شلح، لأن غير معلوم غير معلوم يكون تا ولد سطات حنا ما تيهمناش. ف هو لا يشرف الجديدة أول شيء، فهو لا يشرف بالعكس، كان رو دابا الجديدة يقول إلياس المالكي، فأنه حقر المغاربة كاملين من خلال هذاك الكلام الساقط ديالو عن الأمازيغ. والأمازيغ كما كتشوف أنه الملك يعني بجل خطاباته كيصون لها الشرف ديالها خلال تعديل المواد ديال الدستور ديال 2011، كذلك المادة 24 يعني من الدستور المغربي، ما عندكش الحق ضرب أي واحد يعني في الشخصان ديالو. ثاني حاجة الإعلان العالمي ديال حقوق الإنسان المادة 12، العهد الدولي المادة 17. فأين كل هذا من الكلام ديال هاد الفاحش والكلام الساقط ديال هاد الزنديق؟ المحتوى فهو محتوى قلت لك تحت الصفر، لأن ملي كنقول لك انك وليتي لدرجة انك تدعو الى الانفصال من خلال ذوك الفيديوهات من داخل المغرب وانت مع المغاربة بهذاك الكلام، راه النتائج ديالو سلبية والآثار ديالها هي الانفصال والعنصرية. واش حنا نجيو تال دابا غنبداو نقولوا لا هذاك راه أمازيغي، هذا بربري، هذا صحراوي، هذا ها؟ هذا راه عنده آثار رجعي عليه. بعدا هو دابا هو شكون هو؟ هو شكون هو؟ ملي كيعير في هذاك الفصيل هو شكون هو؟ علاش دوي واش دوي؟ كيف ماشي يقولوا هو؟ لا أمازيغ صحراوي عروبي شمالي، عندنا راهي وحده راهي فين كسله، راهي راهي حمراء وسط نجمه خضراء ما فيها لا صحراوي لا والو. كتنتمي لهذ الجغرافية، عندك الجنسية، احترم هذيك الراية واحترم الدستور ديالها. أودي ما قالش الجمعية الأمازيغية، حنا ما كنتكلموش دابا، هناك مجموعة من الشكايات اللي كتروج دابا حاليا، ولكن اللي يعني يحز في النفس يعني واللي كضر في الخاطر، انا كرأي شخصي، انا ما انا كنقول كرأي شخصي، اين هي الجهات المعنيه بعد الجهات المسؤوله؟ كما كتشوف كنلقاو غير جوج مضاربين فيديو ولا في هذا كيتلوح مواقع التواصل الاجتماعي، غد اللي كتبالغ تشدو داروا هذا غادي يضرب 40 مليون مغربي. هذا الزنديق هذا خدش يعني في الهويه ديال 40 مليون وما تحرك حتى جهاز، ما تحرك ما شنا لا بيان ولا بلاغ ولا اجراء. فين هما هاد الناس؟ فين هي الدائره القضائيه المختصه؟ فين هو السيد الوكيل العام ديال الجديده؟ نورمالمون خصو يتحرك وكيل الملك ديال الجديده. على هاد السيد شكون هو؟ ما يعيطوش له تصنتوا له يعني ياخذوا حق ديال هاد الهويه هادي الا كان كيضمن على الدستور. احنا الدستور كنامنوا به، راه اسمى حاجه كاينه في هاد البلاد هادي، اسمى قانون راه هو الدستور. وما كاينش شي حاجه اسمها من الدستور. كاينش معنى الدستور؟ الدستور هو السقف ديالنا هنا يعني، وكيشرف يعني الاشخاص في هذيك المواد ديال 24. ولكن تجي انت بدا تحقر في الناس، شكون انت؟ دير ستريك. لا شكون انت؟ انت شكون داعمك؟ حنا بغينا نعرفوا شكون داعمك، يعني شكون الناس اللي كيدعموك؟ ما تقولش لي انسى هذيك الهضره ديال ستريمينغ ولا هذيك الهضره، هضره خاويه هذيك، هضره خاويه. كاينين يوتيوبرز فين يبان هو يا صاحبي، وغادي نجنب الحيط الانسان ما عنده كلام ساقط، ما عنده هذا، عنده محتوى يدخل ليه الصغير والكبير. ودابا هاد الميكروبات هادو اللي تلاحوا علينا حنا، تحسبوا علينا حنا كمغاربه يا صاحبي، وتضربوا في الهويه من دابا. واش حنا نورمالمون هادو خصو صح 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 الجنسيه؟ سير اخو عيش في شي دوله انت ودير شي باطو، ياك لاباس عنده الفلوس، ياك عنده فلوس سير اخو سير شي بلاصه انت كاع ما تنتمي لينا انت كاع، حنا لا يشرفنا الانتماء ديال هذا السيد. دابا واش يقول لك شافوا لي غادي ملي تعرفش على بيكي وغادير هذيك الدوله؟ شكون اللي شافوا؟ ما عرفتش، قال لك حاقدين عليه. حنا لا نمكن عنده مجموعه من المتبعين ديالو، حنا ماشي منهم، لا اقل ولا اكثر. اما حنا نتبع واحد انايا كيدير كتبان لي اثار ديال التخدير، حيت هي انسان يعني بعقله، انسان يعني عادي ما قدش يهضر بداك الكلام الساقط.
دابا كيفاش كيدير مع والديه اصاحبي؟ واش هو يقدر يوري لولادو داك المحتوى ديالو؟ هو يقدر يوريه لولادو؟ هذا هو المشكل. ها؟ لا على ولادو ولا ها؟ هذا هو المشكل الكبير. دري صغير مسكين دابا ما يمكنش شي بيت لا يخلو ان الطفل الصغير غادي يغفل مو ولا با ولا با ولا مول كيعطيو التليفون غادي يتصفح غيتصادف مع الفيديوهات ديالو. راه داك الكلام راه كتكون عنده اثار اصاحبي على البيداغوجي ديال 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 الدراري الصغار وحتى الكبار. امازيغي تقول لي كربوز ولا شي حقاص حشو. اصاحبي الله يهديك اصاحبي اصاحبي راه دار تحقير الهويه اصاحبي ما كنقبلش هذه الكلمه هذه. الله يخليك اصاحبي عبد الله ما بقاش تعاودها. هذا راه تحقير راه خص متابعه عباد الله راه خص الحموشي ولا الداكي حتى الاوامر يجيبوا اجراء يبحثوا مع هذا السيد بعد ماشي يبحثوا الكلام راه تقال شي الكلام راه عليه عقوبه راه كاين النص خص 47 440 والفصل ديالك وراه كاين شي وفين هو الاجراء عباد الله صاحبي؟ النص راه كاين والجريمه كاينه والناس اللي غيطبقوا الاجراء فين واش يمشيو المغرب يشدوه؟ احنا ماشي في غابه احنا راك شوف راه كاينه محاكم كاينه كاين دوائر قضائيه يمشيو تحركوا. انت شكون هو هذا السيد صاحبي هذا؟ اش كيدير هذا؟ كيفاش كيمثلنا في الامم المتحده ولا شنو؟ دوري مواطن بحالك بحاله يا صاحبي ما كاينش الاستثناء اصاحبي وما عنده حتى تحتير اصاحبي عنده تحتير على راسه اصاحبي اصاحبي راه ما واش عنده شي لغه اكاديميه كيكتب بها؟ الله يهديك غنديروا ليه حساب حنايا راه خص الدوائر القضائيه تحرك الله يرضي عليك اصاحبي اصاحبي واش هذاك خينا اللي مشات له الدائره القضائيه المختصه ولا مشات له الفرقه الولائيه ديال الجديده وبحثوا معاه في هذا واش غتخرج الناس دير المسيرات علاش؟ الله يهديكم اصاحبي راه حشومه يا صاحبي يا صاحبي راه شوف يصونوا الكرامه ديال 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 هاد المغاربه 40 مليون مغربي يعني باجراء بسيط يمشيو يجيبوا السيد يبحثوا معاه. راه عنده سابقه كانت شاده على واحد ودربهم. قلت لك اشنو كاين دابا راه ولا يخرج بالزراوط على حساب بعض الفيديوهات ديالو ولا يخرج بالزراوط لعباد الله. ف هاد السيد هذا حنا ما غاديش نقول لك شكون هو فهو مواطن عادي لا حول له ولا قوه بحالنا بحالو غير شكون اللي كيدعمه. حنا بغينا الجهات اللي كدعمه. ملي كتوصل الامر يعني طلقتي عروقك في الهضره خايبه وطلقتي عروقك في مواقع التواصل الاجتماعي وليتي يعني كتضرب في الهويه وكتضرب في الدستور المغربي اذا كتولي مدفوع خارجيا وخارجيا المغرب دابا راه ولا وجهه يعني مجموعه من الاعداء. راه عندنا كوب ديموند في 2030 عندنا مجموعه ديال المشاريع التنمويه عندنا مشكل ديال الصحراء المغربيه كنحلوا فيه هو ما يجيش دخينا مدفوع الاجر ويبدا يمسح يعني يمسح بكرامه المغاربه الارض لا ما نقبلوش هذا الشيء يا سي عبد الله اكيد باش تطالبوا رساله اخيره المطلب الاول والاخير يعني كمواطن مغربي انه يتخذ حقه اجراء ما كاينش يتخذ حقه بعد الاجراء بعد يدار بعدا يجيبوا هذا السيد ويدار البلاغ لا ديال المديريه ولا ديال النيابه العامه في حق هذا السيد وفي ذاك المحتوى اللي نشر وذاك الكلام اللي قال وذاك الخدش يعني في الهويه المغربيه وضرب الدستور وهذيك الرايه المغربيه اللي ما احترمهاش والخريطه والجغرافيا فيه كنعيشوا كاملين اللي كيعيش معنا فيها هو انه سبها وحقرها لان